صباح الخير يا حبايبي، صباح الفل عليكم. عاملين ايه؟ مطبخ فاطمة، قلت اوريكم فطاري، قلت اصحى النهاردة ايه واسلم عليكم واصبح عليكم يا حبايبي. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يعجبكم الفيديو يا رب العالمين. انا عاملة مربة التوت دي، خليكم معايا. طبعا انا عاملة مربة التوت دي معاكو، عملتها عندكم في القناة مربة التوت، وعملت التوت طبعا انتوا شايفين حفظه، خدت منه ال التوت اللي هو متصفي ده، وعاملة منه المربى فظيع وجميل جدا، هيعجبكو قوي يا حبايبي. قلت اعمل كوباية كافي ميكس واعمل سندوتشين مربى، مربى التوت بالقشطة. طبعا عندي قشطه بتاعت اللبن، جايبه اللبن اهو يا حبايبي، طبعا مطلعه منه القشطه، انتوا عارفين بتحطوه في التلاجه بيعمل قشطه، بتطلعوا القشطه منه وبتعملوا ايه؟ طبعا بنفطر مع بعض، اتفضلوا معانا. يا رب يعجبكم الفيديو، يا رب. هنجيب كوبايه اهي، نغير شوية فطار بدل فول وطعمية، قلت اعمل مربى بالقشطة. هنحط معلقة، ما بحط السكر كتير انا، طبعا انا غالية اللبن اهو على قد ما اشرب. قطع الكيس، خليكم معايا يا حبايبي. بصوا يا حبايبي، فكيت الكافي ميكس، انا بحب الكافي ميكس جدا، طعمه لذيذ. حطيت كل الباكو، طبعا هحط عليه اللبن، ما بحطش ميه على اللبن، بعمله اللبن صافي كده زي ما هو. واخدين بالكم يا حبايبي؟ طبعا اعمل سندوتش جبنه بردك مع الايه، مع الفطار يعني. ده تين مربى توت، معلش لسه صاحيه، مربى توت بالقشطة. جميلة اوي القشطة بالمربى، بتبقى حلوة اوي. نحط اللبن اهو، هنصب اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم، اي حاجة تعملوها حبايبي تقولوا بسم الله الرحمن الرحيم عشان الحاجة تطلع حلوة وجميلة وبذكر الله تطمئن القلوب. لازم ربنا معانا في كل حاجة. قلب كده، قمت شغلت الغسالة يا حبايبي، قمت شغلتها، كان عندي غسيل هطلعه اهو، وغسلت المواعين. نعمل ايه بس يا رب، الشغل ما بيخلصش يا حبايبي، انتوا عارفين طبعا. غسلت معين كتير اهي، طبعا غسلت الستاير اهي، بطلعها اهي بوريكو يعني الغسيل. كان عندي ستارتين غسلتها، ودي الفوت، وده المواعين غسلتها. وطبعا فاطمة بنتي نايمة وجايبة فينو اهو، قلت افطر ايه، قلت فكرت ايه، بدل ما اقعد اجيب فول وطعميه كل يعني اكتريه الوقت بناكل فول وطعميه وجبنه وكده، فقلت اكل مربى اللي انا عاملاها وكافي ميكس مربى بالتين بالتوت، مش عارفه مسميها التوت تين ليه. القشطه عندي بتبقى كتيره قوي، والله هو اللي بيتخني هو القشطة والحاجات التقيلة دي، الدهون دي كلها. تمام، جميل جميل الكافي ميكس، اما تحط سكر قليل بيبقى جميل، لان هو اصلا الكافي ميكس بيبقى محلي في سكر. جربوا مربة التوت دي، جميلة قوي وسهلة جدا،
انتوا بتجيبوا التوت بتنقعوه في ميه، ما بتغسلوش تحت الحنفية عشان بيبوظ بيطرى، تنقعوه في ميه وتجيبوا بطبق كده، صفوا منه الايه التوت من الميه، وتحطوه تحطوه على النار، بتحطوه على النار ياخد غلوتين بس، وبعد كده يضرب في الخلاط وتصفوه. والتصفية بتاعته بقى دي التوت ده تعمله مربى جميلة قوي قوي قوي، اهي المربى طالعة جميلة والله وناجحة جميلة. يا ريت تيجوا تاكلوا معايا، والله نفسي تشوفوا المربى طعمها ايه. بصوا الطعم والله العظيم جميلة جدا، وده مستورد التوت ده غير المصري، ده احلى، جميلة قوي قوي قوي، طعمها رائع والله، ممتازة بالقشطة كمان جميلة. دخل عليا برد يا حبايبي، يا رب يعجبكم الفيديو على قد يعني كده، يعني بسيط، قلت ايه اوريكم فطاري، وكنت قايمة اغسل معين واعمل غسيل اغسله. وبدعي لكم يا حبايبي ربنا يستر طريقكم يا رب، ويكرمكم ويخلي لكم ولادكم وبناتكم يا رب، وخلي بالكم من بناتكم وخلي بالكم من ولادكم، احنا في زمن دلوقتي ربنا يسترها علينا يا رب، انتوا عارفين، خلي بالكم في عينيكم كده بولادكم وبناتكم، خلي بالكم منهم، احنا تعبانين عشانهم والله، وكل ده بنشتغل وبنتعب عشانهم يا حبايبي، بالذات البنات خلي بالكم منها، والولاد دلوقتي في حوادث بتحصل وحشة قوي، وفي ستات مش كويسة بتسرق البنات وبتضحك عليهم بتشكوهم وحاجات كده مش كويسة، ربنا يستر يا رب، ربنا يبعدنا عن ولاد الحرام يا حبايبي، ربنا يعديها على خير في الأيام اللي احنا فيها دي. طبعا الكافي ميكس مع سندوتش الفينو والجبنة خفيف وجميل وطعمه حلو وممتاز، يا ريت تجربوها يا حبايبي هيعجبكم قوي قوي قوي. طبعا انا عامله برطمانات للبن، برطمان البن اهو عشان مدمنه بن الصراحه، بحب القهوه قوي، وطبعا الكافي ميكس ما بنخلاش عنه، وطبعا لما تصحى فاطمه اعمل لها الشندوشين فينو، هي بتحب اللانشون الصراحه، انا جايبه لها لانشون. يا رب يعجبكم الفيديو يا حبايبي يا رب، ويعديها على خير يا رب، ويسترها معانا يا حبايبي، ويبارك فيكم يا رب العالمين كل متابعينه، ويعدي الايام دي على خير يا رب، ويسترها معانا، وما نشوفش حاجه وحشه في حد يا رب العالمين، ويسترها معانا ويشفي كل مرضانا، ويرزقنا ويرزق جميع المسلمين في كل مكان يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي.